أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سلسلة تغطيتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام وسط إصرار شعبي على مواصلة التظاهرات رغم كل أساليب القمع التي وصفتها منظمات حقوقية دولية ومحلية بالوحشية. ليلة أمس ارتكبت قوات سوات مجزرة ضد المتظاهرين السلميين في كربلاء والتي أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح بعد استخدام الرصاص الحي فضلا عن توثيق عمليات دهس متعمدة بالعربة العسكرية. ولمناقشة محاور تغطيتنا سيكون ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي ومن كربلاء عبر الهاتف الناشط المدني مصطفى العبودي. مرحبا بكم معنا. قبل البدء بمناقشة آخر التطورات نتابع وإياكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير. هذا ما حدث للمتظاهرين السلميين في محافظة كربلاء. رصاص قوات سوات والميليشيات يلاحق المعتصمين في ساحة التربية في كربلاء قبل وقوع المجزرة التي خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى. فجر يوم 29 من تشرين الأول كان داميا بمعنى الكلمة، حيث تلقى المعتصمون الرصاص الحي من عناصر ميليشياوية مرت من جانب المعتصمين في ساحة التربية بحسب متظاهرين ناجين من هذه المجزرة. بعد ذلك المشهد اقتحمت قوات سوات ساحة الاعتصام وأعدمت ميدانيا عشرات المتظاهرين ودهست الآخرين بعجلاتها العسكرية. هنا يبدو المشهد أكثر دموية. هكذا تعاملت الميليشيات مع المنتفضين في كربلاء، ولعل الصورة أبلغ من أي كلمة. ناشط آخر من كربلاء يؤكد أن قوات سوات داهمت المتظاهرين وفرقتهم بالرصاص الحي ولاحقتهم في الشوارع والأزقة. هذا الرصاص الحي كما تشوفون وأعمال شغب في كربلاء، هذا شارع التربية أو شارع المؤدي لمجلس محافظة كربلاء. وهذا متظاهر آخر وثق بنفسه لحظة سقوطه بقنبلة غازية. في الجهة المقابلة نفى كل من محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء سقوط أي شهيد في التظاهرات، وقال هؤلاء المسؤولون إن الضحايا هم من القوات الأمنية فقط. وردت أخبار غير دقيقة ومن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مدفوعة الثمن وغير دقيقة عن أحداث وعن ضحايا لا يوجد لها أي أساس من الصحة. مجزرة فضل الاعتصام السلمي في كربلاء جاءت بعد نحو يومين من اعتلاء المتظاهرين الغاضبين مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة ورفعهم العلم العراقي فوق مبنى القنصلية في مشهد مكرر لما حدث في البصرة العام الماضي، مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي من هيمنة إيران وميليشياتها على العراق. نعم، أبدأ النقاش بالناشط المدني من كربلاء مصطفى العبودي. مرحبا بك معنا مرة أخرى سيد مصطفى. كيف تبدو محافظة كربلاء بعد هذه المجزرة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء ومئات الجرحى برصاص قوات سوات؟ تفضل أخي مصطفى. مصطفى العبودي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع مصطفى العبودي الناشط المدني من كربلاء. دكتور، اليوم ارتكبت قوات سوات مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى موثقة بالصوت والصورة. هل السلطة وميليشياتها اختارت الطريق الأمني والقمعي في كربلاء كما اختارته في المحافظات الأخرى برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، هو القرار واحد. نعم، هم ليس لديهم إلا قرار واحد، هو استخدام اليد الضاربة، القوى الأمنية وقوى القتل والتنكيل بالناس، هذا الذي لديهم. نعم، ليس لديهم، هم الآن في مأزق كبير، ليس لديهم حلول. الشعب الآن كشفهم، الأقنعة سقطت كلها، يعني من بداية تشرين عندما خرجت التظاهرات لغاية اليوم كل الأقنعة سقطت. نعم، كل الأقنعة نحو 17 سنة اللي صنعوها كلها سقطت مرة واحدة خلال هذه التظاهرات.
فأسقطت أقنعتهم، ليس لديهم الآن، وجههم البشع ظهر، كل كذبهم، كل ادعاءاتهم، كل وعودهم كلها ما عادت مقنعة، والشعب ما عاد يقتنع بشيء. والشعب قال لهم بشكل واضح أنه يعني ليس لدينا ثقة بكم، الثقة معدومة نهائيا. وصلت إلى أن يرسم حدود بينهم وبين الشعب، هو الشعب يرسم هذه الحدود، هذه الحدود لكم وهذه لنا، ونحن في مواجهة معكم إلى أن ترحلوا، إلى أن نزيحكم. فهؤلاء ليس لديهم الآن بعد وعود كثيرة، رواتب، نوظف أعداد كذا، ما أعرف شو نسوي، كذبات كثيرة غير مقنعة، لم يقتنع بها الشعب، لم يستطيعوا أن يستدرجوه إلى العودة إلى التخدير إلى السكون، لم يستطيعوا. فبالتالي ليس لديهم إلا استخدام هذه السلطة. يعني لو تحدثنا عن مجزرة كربلاء، يعني الصور مروعة ومحزنة جدا، ألا تعي السلطة بأنها كلما قتلت من المتظاهرين السلميين سوف يزداد الغضب الشعبي؟ ألا تعي هذا الأمر؟ كل السلطات الاستبدادية، كل السلطات الاستبدادية، دعك من الحديث عن الديمقراطية وعن الدولة الديمقراطية، هذه كذبة كبيرة. اللي يفعل هكذا بالعراق من 17 سنة لحد الآن من فساد وخراب وسرقة ونهب وتهجير وطائفية وقتل وسجون سرية وسجون علنية، وكل هذا اللي حصل في العراق من مآزق، واللي يسرق كل أموال العراق واللي يرهن إرادة العراق للخارج، هذا استبدادي، وهذا كافر بالشعب، وهذا يريد أن يسرق الشعب، يريد أن يسرق العراق. فبالتالي الحديث عن الديمقراطية هذا استبداد كله. فالآن هم كل السلطات الاستبدادية ليس لديها إلا القمع وهذه القوى التي دربتها على هذا المنهج. حتى القوات التي دربت في العراق دربت ترى لمواجهة الشعب، لم تدرب لحماية حدود، لمواجهة عدو خارجي أبدا، دربت على هذه القضية. فبالتالي استخدامها لحماية السلطة، لحماية المراكز، لحماية المكتسبات فقط، والكل له مكتسباته، والكل أحزاب وقوى وميليشيات لها مكتسباته. ما حدث في كربلاء أثبت مرة أخرى أن هؤلاء، يعني هذا الحديث عن الانتصار للمذهب، الانتصار للطائفة، الانتصار للفقراء، انتصار كذبة كبيرة جدا. 17 سنة الناس اكتشفت أن هؤلاء مجموعة من الكذابين، مجموعة من السراق. الآن بالمواجهات العسكرية بهذا الشكل مع الشعب، عفواً مع الشعب، بالحرب مع الشعب، اكتشف أنه حتى كذبة الانتصار إلى المذهب ونحن جئنا من أجل مظلوميتكم ساقطة تماماً. بدليل أنه قتلوهم في ساحة التحرير، في ساحة الطيران، في مدينة الثورة، في كل مكان من بغداد وكل المحافظات، والآن في كربلاء اللي اعتبروها مقدسة واللي استشهد فيها الحسين رضي الله عنه، يقول الآن يقتلونهم مرة أخرى بهذه الطريقة، غدر وغيلة، وينكرون الغريب والعجيب والمبكي أنه يطلع مدير شرطة كربلاء يقول أنه نعم هو أريد أخبار كاذبة. هذا ونأخذ يعني مقتطف بعد قليل، يعني عندما يتحدث محافظ كربلاء وقائد الشرطة وينفي تماما أنه لا يوجد أي قتلى أو جرحى في صفوف المتظاهرين، بينما يؤكد وتؤكد المقاطع المتتالية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا أحد آباء الشهداء في كربلاء أكد بأن قوات السوات هي التي أطلقت النار والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين. دعونا نستمع ونشاهد إلى هذا المقطع لأحد آباء الشهداء في محافظة كربلاء والذي أكد بأن قوات السوات هي التي أطلقت النار الحي على المتظاهرين، نتابع. شرطة كربلاء ومحافظ كربلاء بأنها مصطفى فارس قتل في جريمة جنائية، كذب وافتراء، قتلوه استهدفوه قوات مكافحة الإرهاب وإسوات، قتلوه البارحة بالليل بالعشرة الثلاث من فتح رمي كثيف وشرده والشباب، كل ما هنالك مصطفى فارس رفع علم عراقي لا أكثر، علم عراقي غالب بالوطن لا أكثر، يرمى بهذه الطريقة البشعة، يخرج من قوات الإرهاب وقوات إسوات بارد كربلاء، يرمى بطلقة بعينه وطلقة أخرى بصدره، وهذا التشريع الشرعي من أحد الأحكام. نعم، يعني بعد الانتقال إلى التطورات على الساحة في العاصمة بغداد، التناقض دائما ما نتحدث في التغطيات منذ الأول من تشرين ولغاية الآن، كان في خطاب رئيس الحكومة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان، هو التناقض، يعني نفي
يخالف ما هو على الأرض، كيف نفسر يعني بين 30 شهيد وأكثر من 800 جريح في مدينة واحدة وربما في ساعة واحدة؟ دكتور، كيف نفسر هذا التناقض؟ هذا التناقض لا يحتاج إلى تفسير. نعم، يعني واقع الحال يثبت أن من يحكمون العراق بأحزابهم، هاي قوى العملية السياسية، مجموعة من الكذابين. نعم. مجموعة من المضللين، من المتاجرين بدماء الناس وبأموالهم وبكل شيء. فبالتالي وهم يستخدمون القوى الأمنية لحماية مكتسباتهم، ليس لديهم سوى الكذب وسوى القوى الأمنية اللي يستخدموها اليد الباطشة. فبالتالي يستخدمون القوى الباطشة ويعتقدون هم لديهم 40 أو 50 فضائية، ولديهم صحف كلها ستغطي عليهم، ولديهم الولايات المتحدة، ولديهم معرف الأمم المتحدة، ولديهم هذه الأغطية الدولية والإقليمية التي تغطي عليهم والتي تسكت عن جرائمهم. يعتقدون أنه هذه القضية ستستمر، ويقتلون الشعب ويجرون العراق إلى الظلمة، وأن الناس لا تدري. لكن الآن العالم تغير. نعم. الآن أي تليفون صغير بيد أي متظاهر يمكن أن ينقل للعالم كل الصور، والوقائع والحقائق تنتقل وتصل إلى الناس مهما حاولوا. يعني كم كذبوا في بداية التظاهرات في ساحة التحرير، قالوا لم نقتل أحد، لم نستخدم أحد، لا يوجد قناصة، لا يوجد، وبالتالي ظهرت الصور واضطروا إلى السكوت. حتى لم يصل أحد ليقول نحن كذبنا عليكم أو كنا على خطأ، لا أبدا، سكتوا عن الموضوع. وهكذا سيفعلون في كربلاء. كربلاء يوم أمس شهدت مجزرة، ومجزرة عنيفة، وهذا يدل، هذه المفاجأة، حول المفاجأة لقوى العملية السياسية الآن أفقدهم كل توازنهم، لأنه أظهر ضعفهم. هؤلاء الذين كانوا يتفاخرون بالميليشيات وبأن بقدراتهم العسكرية واستعراض الأسلحة. يعني ربما في السابق، نعم، عندما تحدث تظاهرة في المحافظات، إذا تحدثنا عن المحافظات الست، كانوا يروجون إلى المؤامرة وإلى هناك مندسين وهذه مدفوعة، ربما كانت تنطلي على البعض. اليوم في كربلاء وفي النجف وفي البصرة وفي بغداد، فعلى من يسويقون هذه المسرحيات؟ نفس القضية، هم يدعون نفس الادعاءات. نعم. هم مندسين، وهناك يعني وصلت بهم الحال يقول يضربون القوى الأمنية بقنابل الغاز. من أين جاءت قنابل الغاز؟ القوى الأمنية ترمي المتظاهرين بقنابل الغاز. نعم. مجموعة من المتظاهرين اللي مثلا في بغداد سموهم صيادي قنابل الدخان، هؤلاء يحملوها صيادو قنابل الدخان، يحملون هذه القنابل ويرموها مرة أخرى، يبعدوها عن مكانهم، فتقع ربما على هؤلاء يشمون الغازات اللي أرادوا أن يرموا. يعني هذه العملية، هم يرمون المتظاهرين بقنابل الغاز، هذه حلال. نعم. لكن أن يقوم المتظاهر برد هذه القنبلة ليبعدها عن نفسه ويبعد عن الآخرين الأذى، هذا مندس، وهذا عميل، وكو قوى خارجية موله. نعم. هذا ما يحدث. يوم أمس تحدثوا عن ذلك في كربلاء، وتحدثون عن ذلك في البصرة. يعني ألم يخرج مدير شرطة البصرة ويتحدث أنه مسكنا الناس، ماذا وجدت لديهم؟ وجدنا مصايد ودعبل، وجدنا أقنعة للغاز. يعني هذه أسلحة دمار شامل أنت وجدت عندهم، لا يستحون حتى. طيب إذا الشعب سمع هذا الكلام، الشعب عندما يسمع هذا الكلام يسمع من قائد يسمونه قائد مسؤول عن أمن الناس والحكومة معينته، إذا كانت الحكومة تعين واحد مختل عقليا يتكلم بهذه الطريقة، كيف يريدون من الشعب أن يسكت؟ يعني من يتولى أمن الناس مختل عقليا يتكلم بهذا الكلام، يعتقد أنه هو مسك شيء، مسك مصياتين ودعبل وقناع للغاز. نعم. وهذا يعتبره سلاح فتاك بيد، لكن هو قواته شايلة كل الأسلحة هذه وتضرب الناس ورصاص حي وتقتل وتذبح، هذه مسموح. نعم. لأنه هو لابس عسكري ولابس أعود إليك دكتور. نعم. رافع الفلاحي، ينضم إلينا المواطن أبو علي من محافظة كربلاء. أبو علي، يعني إذا صح التعبير يوم طف جديد في محافظة كربلاء، كيف تبدو كربلاء بعد هذه المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي في البداية نعزي أنفسنا وإياكم ونعزي العالم الإسلامي بجميع الشهداء اللي طاحوا سواء كل أنحاء العراق. نعم. ثاني شيء بالنسبة لي أعتب على الإعلام العتب الشديد، بعد ماكو خوف، إحنا نقول ماكو خوف. أسأل سؤال واحد للإعلام، الإعلام ليش بعد الساعة الثامنة وراء صلاة المغرب ليش ينسحبون من ساحات الاعتصام؟ اكو امر لهم ينسحبون، اكو تحذير، اكو تهديد لهم، خليه يحشون يقولون يا اكو تهديد. احنا في كربلاء صار 4 ايام كل ما تطلع المظاهرات سلميه ونضحك ونسولف ونقعد ويا الجيش، ما عندنا اي اشكال والجيش ويانا. حبيبي قبل يومين صار انسحاب القوات جهاز مكافحه الارهاب من الموصل، سحبوهم نزلوهم بكربلاء، هاي حقيقه ومعلومات دونها يمك وتحقق من عندها، وادخل بساحه الاعتصام وتاكد اكثر. نعم. سحبوا القوات اللي تابع الجهاز مكافحه الارهاب بامر من رئيس جهاز مكافحه الارهاب، والمشتركين بالمجزره اللي صارت بكربلاء البارحه كالاتي: اول واحد رئيس جهاز مكافحه الارهاب، ثاني شيء الفوج الثالث اللي هسه هو القائد مالته، حاطين عميد ما ادري عقيد رتبته ولد شاب، أتعرف إيش وقت أخذ هاي الرتبة وصار أمر الفوج الثالث اللي أطى أمر بضرب المتظاهرين وقصية. ثاني شيء الفوج الرابع اللي حماية الحرمين يعتبرون مشتركين أمام ناظر العتبتين المقدسة وعدهم علم. أسأل المحافظ محافظ كربلاء قل البارحة بالليل قبل الهجوم وين كنت مجتمع ويا من مجتمع ويا إيراني قبل لا ضربون المتظاهرين؟ طلعوا وضربوا المتظاهرين أول ما ضربوا الجيش. الجيش كان موجود بين المتظاهرين وبيناتهم. نعم. ويصيحون رجعوا يا بذول يريد ياكلونكم رجعوا. طلعوا اول ما ضربوا الجيش قنابل دخانيه والجيش. نعم. سالهم قال لهم من شالكم؟ المتظاهرين شالوهم. ردوا الناب على اساس طلق مطاطي. لا كذب، لا طلق مطاطي ولا شيء، طلق حي ويشهد الله وطب اسال بساحه الفلكه التربيه وبساحه بالساحه الفلكه اللي بباب مجلس محافظه كربلاء. قال لهم بمن انضربتوا؟ طلق حي. وحتى هذا الرمال الدفاعي، اكو واحد يركض على المتظاهرين ويشمر جواهم رمان دفاعي، روح شوف الشهداء اللي يقول المحافظ يقول شهيد واحد، عندي فيديوهات وكل المتظاهرين عندهم فيديوهات، وادخل للمستشفى الحسينيه اللي بس هي لفت الشهداء والجرحى. نعم. مستشفى الكفيل يعني المحافظ ابو علي، المحافظ محافظ كربلاء ومدير الشرطه نفى بان يكون هناك اي شهيد او اي جريح، كيف ترد عليه؟ محافظ كربلاء نعم مشترك بالهجوم اللي صار البارحه وبحضوره، هو كان مجتمع البارحه سيله ويا من مجتمع ويا ايراني، هذا العضو ابو فيلق القدس الايراني اللي من راح يجتمعوا فندق تابع للعتبه ما ادري لمن، وراها طلعوا حتى اكو ضباط، انا احكي لك اياها اكو ضباط الحق نحكي، اكو ضباط شرفاء قالوا يا بن سحبوا دول راح يطلعون ياكلونكم، دول عاقدين عليكم، انسحبوا لا عندكم ربعكم يخافون على اهلهم وناسهم. قالوا انسحبوا، قلنا ما ننسحب، احنا نبقى وموقفنا ثابت وهذا موقفنا، الشهداء اللي راحوا احنا مو احسن من عندهم. طلعوا وهكذا نص ساعه. طلعوا بالنسبه لهم قاموا طلق حي، دخانيات، رمان يمشي بالدوريه، دهس دهسوا. رمان هذا الدفاعي، احنا كلها تعرفه، رمان دفاعي يشمر على المتظاهرين. تعالوا وتحققوا، وذا الإعلام يقول يابا احنا ممنوعين او نخاف، خليه يجي يلبس زي المدني، خليه يلبس كمواطن يطالب بحق اخوته. نعم. وينزل موبايله يصور ويثبت لكم هاي الحقائق. نعم ابو علي، انت كمتظاهر العدد لغاية الان اللي وصلنا وصل الى 30 شهيد ومئات الجرحى، هل لديك احصائية عن عدد الشهداء والجرحى؟ حبيبي احكي لك الحق. نعم. انا بالنسبه لي البارحه بالمستشفى بس اللي شفناهم اللي عسد يا ذول الموجودين العسد يا 16 شهيد. نعم. عرفت شلون؟ بالبدايه هاي. نعم. باول هجمه 16 شهيد، وكل كذاب ومنافق ومتخاذل يقول لك ماكو ايش عدد، تعال ادخل المستشفى الحسيني، ادخل للناس الشرفاء وقول لهم ايش قد الاحصائيه سجلتوها البارحه؟ من اجى هدتكم؟ اسالهم قول لهم من اجى هدتكم؟ ليش ما تقدرون تفترون حلوكم وتحشون؟ اي واحد من عندهم يفتح حلقه ويحكي لو بالسجن لو اللوب شغله ثانيه شنو هي الاعتقالات؟ منو هاي الجهات ابو علي؟ منو هاي الجهات اللي تمنع الناس من الحديث؟ الجهات اللي ذكرت لك اياها. نعم. رئيس جهاز مكافحه الارهاب بامر من عده مباشره. نعم. وجهاز مكافحه الارهاب اللي كانوا بالموصل هم ضربوا المتظاهرين مع اشتراك الفوج الثالث
مال كربلاء اللي سبقا وان تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، اذكرك بيها، بدماء العراقيين من ضربوا الصدريين، هيك اقول لك، من ضربوا الصدريين ايديهم ملطخه بالدم، جمعوهم من رحم عباسيه، ذاك رحم عباسيه موجود بكربلاء، ودوا عليه رائد علي اللي تلطخت ايده بدماء الابرياء، ودوا عليه موجودين واشتركوا كلهم دولة بقمع المتظاهرين، ناس حاقدين عباره عن مرتزقه، عرفت شلون؟ نعم. جهزوهم ودزوا عليهم واحتاجوهم، ضربوا المتظاهرين، فوج الثالث مشترك وياهم، فوج حمايه الحرمين مشترك وياهم، واذا تريد الحقيقه انزل بنفسك، انزل اي واحد عندك من المصورين من الاعلاميين ينزل يروح يتحقق. نعم. يروح يشيل ابو علي هناك البارحه بالليل وين مجتمع؟ نعم، هناك حديث بان قوات السوات اقدمت على هذه المجزره بعد ان اراد المتظاهرون رفع العلم العراقي على القنصلية الإيرانية، هل صحيح هذا الخبر؟ حبيبي العلم العراقي رفع على القنصلية الإيرانية اللي هي سبب الفتنة، الرفع صار ليومين من 3 أيام. نعم. من الرفع، ويقال بأنه هذا انتقام من هذه الحركة من قبل المتظاهرين. حبيبي الهدف تدري شنو؟ نعم. الهدف صم حلقك وارجع لاهلك، يريدون هذا الشيء وهذا الشيء ما يصير. نعم. الطلع ما له خط للرجعه، يا اما النصر يا اما الشهاده، ماكو رجعه. نعم. عندك انت الجريح من يطلع من المستشفى، ماكو من يطلع من المستشفى الجريح مباشره، بس تعدى المستشفى طبقت عليه سياره اعتقل، اعتقل روح طب السجون، انتم اعلام انتم سلطه رابعه، دخل سجون كربلاء روح شوفوا شنو بيها، ايش ما تروس السجون اللي بكربلاء، شوف ايش متروسه. نعم. انتم لازم تتحرون على هالشيء، احنا طالبكم وموقفكم المشرف، انتم. نعم. ما قصرتوا، اكو قنوات اعلاميه ما قصرت، شريفه وجزاهم الله خير، بس لا يخافون، خلي يدخلون، خلي يتحققون، خلي يفضحون هاي الناس الفاتسه، يعني احنا البارحه ما تسولف، ما تسولف. لا لا اتكلم. على العرش ماكو. نعم. ما تكلم ابو علي. يعني هسه المحافظ من يطلع يقول يا ابي بس شهيد واحد. نعم. زين انت ابو الشهيد الواحد، ويا ريت يقول شهيد، يقول قتيل واحد، قتيل واحد، زين انت هاي الناس اللي اجت شافت بالمستشفى والناس اللي نقمناها، شنو هاي؟ كلها كذابه، انت صادق الامين بس بتعرف. نعم. ابو علي هناك انباء، نعم، هناك انباء وردت بان القوات الامنيه منعت عوائل الشهداء والجرحى من الوصول الى الضحايا لمعرفه مصيرهم. ما مدى صحه هذه الانباء؟ والله حبيبي انا اقول لك القوات الامنيه يفضلون اول شغله هذه يحجزونهم بالثلاجات، اكو وياهم محتجزين بالثلاجات الشهداء وممنوع من عن باتا واحد يطب لهم، واكو من يقول لك يريد يخلصون من عندهم الطعم القتله مالتهم، هيك الطعم القتله مالتهم، ولا يظلون حتى خاف يجي اعلام تجي محكمه دوليه شغلات وراهم تدور يخلصون من عندهم، والشهداء اللي ذبوهم ما ذبوهم بمكان خاص بالمستشفى، ذبوهم بغرف ظلمه، تجي الناس تدور اولادها تاخذها وتطلع، اذا تريد فيديوهات وتنشرها اذا انتم السلطه الرابعه وتريدون تفضحون هذه الفضيحه اللي سواها المجزره بكربلاء، المجزره. نعم. واقعه الطف انعادت البارحه بكربلاء. نعم. ابو علي هل تعتقد هل تعتقد بانه بعد هذه المجزره اللي ارتكبتها قوات السوات هذه المجزره سوف يعني تجعل من المتظاهرين يتراجعون عن الاعتصام والتظاهر؟ ابن عمي رحم على والدك، نموت 10 نرد 100. نعم. نموت 100 نرجع 1000، احنا. نعم. اصحاب مبدا ومبدانا ثابت وما نتراجع. نعم. خلي تروح هاي الشهداء، اذا هذه الروح اذا للوطن ما تضحيها، لمن تضحيها هاي الروح؟ شلك بيها؟ تنام يم مرتك بيها؟ وين؟ تطلع تفتر بيها؟ احنا هذه الروح ترخص للوطن. احنا نريد نعيش كمواطنين عربيين، نريد نعيش بكرامتنا، نريد نعيش بأبسط حقوقنا. نعم. هذا كل اللي نطالب به. نسأل الله ان يحفظكم ابو علي. ابو علي قبل ما اشكرك، هناك حديث عن انتشار مجاميع إيرانية بين قوات السوات او على شكل منفرد، هل شاهدت هذه القوات الإيرانية او المجاميع الإيرانية؟ هل سمعت عنها؟ صديقي هذا السؤال اريدك توجهه للسيد المحافظ، يقول لك 300 مقاتل الايراني شلك بيهم ناشرهم بداخل محافظه كربلاء بحمايه الجيش وحمايه سوات، الجيش اولادنا، الجيش اولادنا، من طاحوا احنا شلناهم. نعم.
عرفت شلون؟ من طاحوا من المسيل روح اسالهم الجيش قول لهم من طحتوا من شالكم؟ من نقصكم؟ من فركم؟ عرفت؟ وانا ما اسمع عنك انه يصير تعدي اكو كل فعل الى رده فعل. نعم. ما يقول لك فشقوا الشرطه وهاي، لا حبيبي ما فشقوا الشرطه. الاعتداء قام حتى جهال والله العظيم جهال نزلوا عمهم من الكيه وحمشوهم بالتوافي، جهال يعني عمره 7 سنين نزله من الكيه اخذ عمه صفقوهم توافي يلا يلا واللي منا شالوهم الجيش جابوهم للمتظاهرين وعمهم راح بعد ما حد يدري فيه خذوهم من الكيه وراح جوا للاعتقال. كيه تمشي بالشارع صارت الهجمه على المتظاهرين قاموا يخبطون الابيض والاسود. نعم. الان ابو علي كيف تبدو كربلاء الان في هذه اللحظات؟ عيوني. اكو تظاهرات، اكو تجمعات. نعم. التظاهرات ثابته والحشود تزداد ما تقل. وكل من يقول لك اكو خوف، لا بالله احنا عراقيين وتشهد لنا الساحه وتشهد لنا التاريخ كله يشهد لنا، كل من يقول لك اكو واحد جبان ويتراجع نصدق هذا الشيء. تعال وشوف بعينك الحشود تزداد يوم على يوم. يشهد الله حتى الموظفين طلعوا، الموظفين اللي عنده راتب ومرتاح طلعوا يانا متظاهرين وموجودين لحد الان وسووا تشييع رمزي للشهداء اللي سقطوا البارحه. والتشييع من الساعه 3. نعم. ومتواجدين الجيش ومتواجدين المتظاهرين، بس انا اللي اريد القنوات الاعلاميه اللي اترجاها يعني بس يتواجدون من الساعه 8 ليلا للساعه 12، بس لان كل شيء بس لان 4 ساعات خلي يعرفون النهار كله. ما نريدهم يجون النهار، خلي يجون بالليل في ساعه الهجمات وخلي هم ينقلوا لكم الخبر الحقيقي. ابو علي انت في كربلاء، هل هناك موقف من قبل رجال الدين بعد هذه المجزره؟ سولفوا وحكوا رجال الدين قالوا هذا العمل ما يصير؟ الحق قال. نعم. الان هسه ولا زالوا رجال الدين والمعممين ساده والشيوخ موجودين في ساحه التربيه ومنضمين، واكو ساده ناس معروفه. نعم. وإلهم عليهم إلهم ثقلهم وإلهم العتب. لا بالله انا اقول لك ان رجال الدين موجودين ومتظاهرين وينددون ولحد الان باقين. نعم. انا ما لا بخلك حق واحد، لا بالله شاركوا كمواطنين طلعوا ويانا بحمايتهم وموجودين في فكره التربيه ولحد الان. نعم. ابو علي قبل ما اشكرك، يقال بان ابن المحافظ مع القوات اللي قمعت واللي ارتكبت المجزره وقال بصريح العباره للمتظاهرين الى جهنم، هل عندك معلومات؟ هذا بالنسبه لتعرف الشباب. نعم. اللي متونس ومرتاح عند مثل يقول لقمه الجوعان على الشبعان بعيده، هذا مستانس ومرتاح. نعم. طبعا الفيس شاف المنشورات، منشورات ناس تعذب الشهداء، حضره جنابه السخيف قاعد ومتربع وهاي السيارات الحديثه جوا شعلق الى الجحيم. ليش الى الجحيم مثلا؟ ايش قلت له؟ دواعش؟ دواعش ولا الجحيم؟ مو ذولا دافعوا عن عرضك، ذولا جاي طابون بحقك اللي انت تربعت على متونهم انت وابوك. المن الى الجحيم؟ ليش الى الجحيم؟ ايش تعرف انت حتى الى الجحيم؟ لو بك حظ طلعت وياهم، بس عليه من يطلع؟ يطلع على ابوه. نعم. حقيقه هو جاي تنغمض وكربلاء مبيوعه كربلاء. نعم. تعازينا لاهالي كربلاء ونسال الله ان يرحم الشهداء وان يشافي الجرحى وان يحفظكم. كان معنا المتظاهر أبو علي الخزعلي من محافظة كربلاء. أعود إليك دكتور، هل لديك تعليق على ما قاله المتظاهر أبو علي قبل أن ننتقل إلى الأسئلة الأخرى؟ دكتور عمر رسم صورة واضحة جدا جدا يعني وأعرى كل كذب، يعني هذا الرجل صادق وهو عراقي صادق وهو ابن كربلاء وكان موجود واضح يعني شهد كل القضية وكان في وسط نقل ما شاهده في مقاطع الفيديو بالضبط. لا. يعني عزز ما كل المقاطع اللي نشرت، مقاطع الفيديو اللي نشرت وتأكد هذه الحقيقة. نعم. وعرى كذبهم هؤلاء المجموعة الكاذبة اللي تدعي انه لا شيء في كربلاء. الحقيقة جريمة كبرى بحق العراقيين، بحق هالشباب الجميل، بحق عراقية العراقيين، بحق وطنيتهم هذه اللي خرجوا من أجله، بحق حقوقهم. هذه كلها جريمة ارتكبت يوم أمس، وترتكب جرائم مثل هذا ترتكب في البصرة والمثنى والديوانية والناصرية وفي بغداد، ومستمرة هذه الجرائم. لا. هؤلاء ليس لديهم إلا أن يرتكبوا جرائم ضد الشعب، هذه هي الحقيقة، وما قاله واضح جدا جدا وهو عين الحقيقة.
نعم دكتور، هناك يعني الأنباء تتوارد من ساحة التحرير، يعني قبل قليل المتظاهرون يسيطرون على الحاجز الأول في المنطقة الخضراء وسط انسحاب قوات مكافحة الشغب، كذلك مصادر صحفية تتحدث عن الهروب، هروب عدد من القيادات والمسؤولين في رئاسة الحكومة إلى خارج العراق، وكذلك هناك نية من قبل رموز في السلطة للهروب خارج العراق. يعني يبدو أن شركاء العملية السياسية أدركوا أن النهاية قد داهمتهم. في حقيقة دكتور عمار، هم يعني هذه مثل ما قلنا بالبداية ونقولها دوما، هذه التظاهرات يعني أسقطت قناع هذه القوة التي كانوا يدعونها. نعم. وظهر ضعفهم وعوراتهم كلها ظهرت الحقيقة، وظهروا ناس خائبين، وهن يسكنهم، غير قادرين أن يواجهوا هذه، يعني ما عندهم قدرة أن يواجهون. وهذه كل الاستعراضات التي كانت تجري كلها مجرد استعراضات وهمية كانوا يحاولون تخويف الشعب بها، الشعب أسقطها. الآن المواجهة بين الشعب وهذه السلطة الغاشمة وهذه العملية السياسية كلها، هناك كروفر ربما يعني تتحدث لي أنه وصلوا إلى الحاجز الأول، الحاجز الثاني، ربما يتراجعون، ربما يتقدمون. لا. المهم المعركة بهذا الشيء هي معركة الحقيقة الآن، دخل والحكومة وأحزابها وقواها الأمنية هي من فرضت تسمية المعركة. الشعب خارج بسلمية لكي يطالب بحقوقه، وهم واجهوا بالرصاص والقنابل والاعتقالات، فحولوا العراق كله إلى ساحة حرب ضد الشعب. فبالتالي هذه المعركة بين الشعب وهذه السلطات فيها كروفر، فيها من يقدم الخسائر، من يقدم التضحيات والشعب، لكن هذه التضحيات تزيد إصرار وعزيمة على البقاء. نعم. الشعب الآن يستمع إلى أنه هناك اجتماع لمجلس النواب ويستدعون رئيس الوزراء، كلام لا يقبل بها، فيريد أن يزيحهم، يريد أن وقواهم الأمنية تدافع عنهم. يعني مثل ما حصل يوم أمس. نعم. الحكومة قالت بأن هناك حظر للتجوال من الساعة 12 ليلة ولغاية الساعة 6 صباحا، خرج الآلاف بل عشرات الآلاف متجهين إلى ساحة التحرير. نتحدث عن المواقف العربية والدولية. اليوم جامعة الدول العربية خرجت ببيان ربما يمكن أن نقول بأنه بيان خجول، وجاء فيه نأسف لما يحدث في العراق. هل هذا منتظر بعد كل هذه يعني مئات الشهداء وآلاف الجرحى أن يخرج هذا البيان من جامعة الدول العربية؟ يعني لو كان حدث في دولة أوروبية، ربما يعني لو كان هناك حدث تفجير إرهابي في باريس أو في دولة أخرى لرأينا البيانات والإدانات والجلسات. نعم. كيف نقرأ هذه المواقف الخجولة أو المواقف الغير موجودة؟ شعب الدكتور عمر، شعب العراق تاريخه كله ينتمي لأمته. نعم. ويدافع عن أمته ويدافع عن كل شريف بالعالم وهو جزء منهم. هذه القضية ستسجل في تاريخ أهل العراق، سيسجلونها. نعم. وسيحفظونها، وهم يميزون بين الأبيض والأسود. وهذه المواقف مواقف التخاذل هذه التي تظهر في كل العالم وفي العالم العربي اللي العراق ينتمي إليه. نعم. هذه لن تنسى. أنا يعني لا أدعو إلى الثأر منها، مو هذا الكلام، لكن لن تنسى. تسجل. هذا في تاريخهم تسجل. نعم. لأن الجامعة العربية هذه الجامعة النايمة انتهت كمنظمة عربية، وأثبتت أن هناك خلل كبير بالنظام العربي. نعم. ما لا نحتاج إلى هذا البيان، بدل من أن تقوم قائمتها، من يدعون أنهم يحاربون إيران، من يدعون أنه يعني كانوا، حتى من ادعوا قالوا في فترات معينة أنه مجاميع من العراقيين أو مجموعة من العراقيين تناصر إيران ولا تقبل أن تخرج على إيران. الآن خرج الشعب العراقي كله ضد إيران. نعم. حتى من يعتبرونهم حاضنتهم خرجوا ضد إيران. طيب أين مساندتكم؟ لماذا هذا الصمت؟ يعني وكلامك صحيح. نعم. ربما يعني ما أعرف إرهابي، ما أعرف منه يقتل اثنين أو يجرح لواحد شرطي في فرنسا، في تقوم الدنيا ولا تقعد، وزارة الخارجية وربما تصل إلى رئيس الدولة. نعم. يخرج بنفسه ليلقي بيانا وتحذيرات، والجامعة العربية تشتط وتجتمع لكي تصدر بيانا.
وإذا بالعراق كل هذه الدماء تسيل. كأن العراق لا بواكي له. لا بواكي له. نعم. وهذه تحسب عليهم وليس على العراقيين. نعم. أهل العراق يعرفون من البداية أنه يعني لا يأخذ حقهم إلا هم. نعم. يعني يعرفون أنه حقهم هم يسترجعوا. نعم. ويعرفون أن لا نصير لهم إلا الله وأنفسهم وخلص اعتمدوا على رب العالمين واعتمدوا على أنفسهم في تخليص حقوقهم. نعم. لا يعتمدون ونحن ندعوهم أيضا لا يعتمدوا لا على الأمم المتحدة ولا على أمريكا ولا على إيران ولا على أي دولة أقليمية ولا عربية. يعتمدوا على نفسهم وقبل ذلك اعتمدوا على الله يناصرهم فيما هم ذاهبون إليه في حقهم في وجودهم في وصول في جهادهم هذا في تضحياتهم يناصرهم رب العالمين. نعم. ويناصرهم الحق اللي يحملوه وهذا إصرارهم هذا الشباب الجميل الرائع اللي يعني ينزف دم وينزف من حياته. نعم. وأيامه وتضحيات وغير يعني ما يلاقي حتى لقمة العيش. نعم. ما يلاقي حتى الرحلة الكرسي اللي يجلس. نعم. عليه بالمدرسة ويقاتل بهذا الشكل من أجل حرية يقول نريد وطن. نعم. الكل ينادون نريد وطن ما فائدة الدوام يدعوهم إلى الدوام والطلبة. نعم. يقولون يعني ما فائدة أن نذهب إلى الدوام ماكو وطن ماكو وطن. نعم. نعود إلى مجزرة كربلاء. يعني دكتور لو تحدثنا عن قدسية الدم قبل أشهر تم افتتاح يعني بطولة في كربلاء وجاءت عازفة وثار من ثار من رجال الدين والسياسيين وقالوا بأنه تم انتهاك قدسية محافظة كربلاء وإلى آخره. اليوم احنا عندنا دم سال في محافظة كربلاء يعني غاية الآن أكثر من 30 شهيد وأكثر من 800 مصاب. أليست هذه الدماء لها القدسية؟ أليست هذه الدماء محرمة؟ أين أصوات هؤلاء؟ أيوه دكتور عمر هاي قضية القدسية حالة حال كثير من المفردات. نعم. مضللة الكذب مثل الوطنية والديمقراطية والمعرف منه هذه اللي والعملية السياسية وهذا الكلام. نعم. والحرية وكلها كذ ظهرت يعني يتحدثون بالحرية والديمقراطية وبلد حر وديمقراطي والكل له حق والدستور يضمن حقك بالتظاهر والناس تخرج يضربوها بالرصاص ويعتقلوها ويدمروها ويحرقوها وكلها كذب من التعابير المضللة. أيضا القدسية هذه القدسية غريبة عجيبة هذه كلمة مطاطية مفردة مطاطية جدا جدا. نعم. من تتناسب مع مصالحهم هناك قدسية عندما لا تتناسب مع مصالحهم هي مقدسية. دماء العراقيين مقدسية وهذه هي الحقيقة. دماء العراقيين حياة العراقيين تاريخهم حياتهم رؤيتهم ليس لها قيمة عند كل هؤلاء فلذلك. نعم. لا يتحدثون عن القدسية لكن يتحدثون في مواقع أخرى عن هذه اللي تحدثت عنها. نعم. الإمرأة اللي عزفت موسيقى هذه خدشة القدسية ويجب أن تثور الدنيا وصلت إلى تهديدات وصلت. نعم. إلى أنه ميليشيات زعماء ميليشيات وقفوا على المنصات يهددون والناس تعتذر ووزارة الشباب تعتذر وما أعرف منه يعتذر وناس خافت وناس انهزمت من العراق لتنقتل. نعم. لكن الدماء تسيل بهذه الطريقة وفي كربلاء نفسها. نعم هي مفارقة وفي بغداد يعني هي مفارقة هذا جزء من صورته يعني ما جزء من حقيقته. نعم يعني في مدينة تحمل كل هذه المعاني فيها مراقد أهل البيت ويقتل الناس من قبل أناس يدعون بأنهم أتباع أهل البيت. دكتور تتوالى العواجل بأن هناك مصادر صحفية تتحدث بأن نواب البرلمان يغادرون مبنى البرلمان بعد اقتحام المتظاهرين للحاجز الأول. كيف تقرأ المشهد يعني في حال أنه بالفعل تم سيطرة المتظاهرين على المنطقة الخضراء؟ كيف تقرأ المشهد؟ هي القضية هناك خوف هناك. نعم. رعب كل قوى العملية السياسية مرعوبين. نعم. وليس لديهم مثل ما قلنا سوى القوى الأمنية يستندون إليها وسوى ميليشياتهم وهي قواهم اللي يهددون بها ويهددون بها في كل لحظة. نعم. في كل لحظة ننزل الحشد الشعبي ننزل القوى الأمنية ننزل ما عرف منه وقوى يستخدموها من إيران وبهذه الطريقة. فالآن الشعب عندما يتقدم في معركته ضد هذا الباطل هم يستشعرون أن الخوف والرعب قد وصل قريباً منهم فيهربون. نعم. حقيقة وهذه القضية شاهدناها أكثر من مرة شاهدناها سابقاً لكن كانت اللعبة غير لعبة كانت لعبة استعراضية الآن اللعبة حق
الآن مو لعبة، الآن موقف حقيقي. هذا الشعب قدم تضحيات وقدم دماء، والآن يريد أن يحاسب على هذه الدماء. نعم. يريد أن يأخذ حقوقه، مصر على حقوقه وثابت بخطوته. فهم يعرفون أن النتيجة ليست مثل السابقة، دخلوا وخرجوا بأوامر خاصة ولا حد يهتف كذا، هذه غير شكل، تلك مسرحية. والآن واقع الحال، الآن واقع، الآن عليهم أن يواجهوا الواقع. إذا ما مسكوا بهم يعني سيحصل شيء شيء آخر، هم يعرفون، لذلك يهربون. ومثل ما قلت لك، هذه المعركة بها يعني كالرفر، ربما سيتراجع، سيتراجعون القوى الأمنية تدفعهم، ربما سيتقدمون، لكن من نتيجة هناك قيمة كبرى في كل هذه التظاهرات، أن الشعب أسقط هذه الأقنعة وعرف طريقه. والشعب عندما يعرف طريقه يصل إلى النهاية وإلى الهدف مهما حاولوا. يقمعون اليوم غدا يخرج، غدا يقمعونه بعد أسبوع يخرج لهم. الشعب خلص، انتهت القضية، كل الخطوط الحمراء الآن خرقها. هم من كثر الخطوط الحمراء، من كثر الخطوط الحمراء اللي وضعوها للشعب، حددوا للشعب، واعتقدوا أنهم حصروا الشعب في زاوية مظلمة، لكن الشعب كسر كل هذه الخطوط الحمراء وخرج لهم من كل مكان. لا يمكن أن يعود هذا الشعب، يعني أنت تقمعه تقدر، لكن سيخرج بموجات هائلة لن تستطيع قمعها، وهذه قادمة لا محال، لا محال. هم يعني يرونها بعيدة ونراها قريبة. نعم دكتور. الموجة الكبيرة قادمة، قادمة، والشعب سيفرض إرادته. أعود إليك دكتور رافع الفلاحي، ضمن محاور تغطيتنا لانتفاضة تشرين، فإن العراقيين في بغداد والمحافظات يصرون على تحدي الحكومة وإجراءاتها كفرض حظر التجوال الذي كان يقابل بالمزيد من التدفق إلى ساحات وميادين التظاهر. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. آلاف المؤلفة وينهم؟ بالأسعاف أخذوهم، كذب بكذب، لا مستشفى ولا متكفيلك علي. لا عمليات قمع القوات الحكومية والميليشيات للمتظاهرين، ولا قرارات حظر التجول التي فرضتها السلطات الحكومية على تنقلاتهم أنقصت من همة المتظاهرين المعتصمين وأعدادهم في الساحات والشوارع. فبين كل شهيق وزفير تسمع أصوات جديدة تضيف إلى الصرخات المطالبة بإسقاط النظام ألحاناً جديدة لإنشودة إيمان وثبات المتظاهرين. يومياً موجودين، ومن يوم 11 كنا موجودين. اليوم جاية خاصة البنت أختي، خالو يومياً وديني أرد أشارك، أشوف الفيس، أشوف التواصل الاجتماعي، فجت جبناها اليوم على مود الشارك، يعني حال أخواتها المتظاهرين. منهم الذين افترشوا الأرض التي قالوا إنهم لن يغادروها إلا بإسقاط النظام، ومنهم الذين رفعوا أصوات أناشيد المقاومة عالياً معبرين عن سعادتهم بثباتهم في الساحات، وآخرين قرروا السير ورفع الصوت عالياً بالرغم من تعب الجراح. المتظاهرون اليوم يجددون إصرارهم على البقاء في الساحات حتى تحقق مطلبهم بإسقاط النظام، بالرغم من قمع تظاهراتهم واعتصاماتهم والمحاولات الحكومية لإضعاف المتظاهرين وتثبيت عزيمتهم بحبسهم في منازلهم من خلال قرارات حظر التجول في المحافظة. أول مطلب لنا هو إسقاط النظام، القضاء على المحاصصة، على الفساد، على الأحزاب. احنا نريد نعيش حياة كريمة، لأنه تعبنا، صار تقريبا هاي 16 سنة احنا في حالة دمار، هلاك، موت، طائفية، يعني وضع مزري، فإحنا نحاول نغير. وتثبت الوقائع على أرض العراق التي ضرجت حتى اليوم بدماء عشرات الشهداء وآلاف الجرحى أن العراقيين المنتفضين ما عادوا يأبهون بالقمع الحكومي الميليشياوي لأصواتهم. لا غيره ياخذ حقوق الفقراء وياخذ حقوق المساكين.
نعم، تابعنا هذا التقرير الذي رصد إصرار المواطنين العراقيين والمتظاهرين لكسر حظر التجوال في العاصمة بغداد. دكتور، قبل قليل صرح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، هذا التصريح تناقلته وسائل الإعلام العراقية، صراحة طالب مقتدى الصدر وهادي العامري بالاتفاق فيما بينهم لتشكيل حكومة جديدة، وأنه سوف يقدم الاستقالة. يعني هذه الرسالة تفضح في وقت، وفي الوقت الآخر تبين بأن عادل عبد المهدي رجل مسلوب الإرادة، كيف تقرأها؟ يعني الرسالة وما قبل الرسالة وخلالها من يوم بدأت التظاهرات لحد الآن شاهدنا مناكفات بين هذه القوى السياسية، بين قوى العملية السياسية مناكفات كثيرة، والكل يريد أن يبرز نفسه ويريد أن يميز نفسه عن الآخرين، يضمن له مقعد فيما سيأتي من أيام، هكذا واضحة كانت الصورة. عادل عبد المهدي وجه رسالة إلى مقتدى الصدر بهذا الاتجاه، جزء من مناكفاتهم هذه، جزء من هذا المماحكات التي بينهم، فبالتالي وجه له هذه الرسالة. الرسالة تدلل على أنه هذا الشخص يعني هو يعتقد أنه فيلسوف، يعني يعتقد مع يعني ربما مثل الجعفري من كان يتفلسف على العراق. نعم. نفس القضية، الوضع الآن في الساحات الناس تنزف دماء، والعراق وصلته إلى قعر الهاوية بالفساد والخراب والطائفية والتمزيق. نعم. وبكل شيء، وجئتوا بالآخرين لكي يتسيدوا على العراقيين، وجعلته من العراق والعراقيين مطية للآخرين. الآن يتحدث عن قضية بالدستور الرقم كذا، ما هي هو داء العراقيين هو هذا الدستور، واحد من أكثر أمراض العراق هو هذا الدستور، ويتحدث عن الدستور شون آلية إقالته إذا راد يقيلوه كرئيس وزراء، وهاي لا يمكن ستتحقق. لكن في نفس الوقت هو يتحدث متناقض، ويقول له مثل ما قلت انه روح اتفق ويا هادي العامري وتقدرون تشيلوني. اذا القضيه من البدايه من عينك هو اتفاق بين الصدر وعادي هادي العامري، هو يعترف الان. نعم. والان انتم اللي اتفقتوا في تعييني، تقدرون تتفقون بيناتكم تزيلوني، هذا اتفاق. اذا لا صناديق اختراع ولا ديمقراطيه ولا حريه. نعم. هذا اولا. ثانيا يتحدث انه الشعب اذا ردنا نقيس رايه والعراقيين فيجب أن نعود إلى صناديق الاقتراع. أي صناديق اقتراع؟ صناديق اقتراع أنتم محترمية، حتى هذه صناديق الاقتراع المزورة أنتم محترمية التي حرقت. نعم، أنتم محترمية وتلعبون عليها، وهذه التي حرقت هذه لا تمثل أكثر من 18% من العراقيين الذين يحق لهم التصويت. نعم. 83% من العراقيين لم يصوتوا، لم يشاركوا في هذا، قاطعوها. نعم. فبالتالي يعرف أهل العراق أنه هذه صناديق الاقتراع هذه كذبة ولا تمثل الديمقراطية، ومحاصصة بين الأحزاب ولغوة كبيرة. وكنا نعرف وفي كل الانتخابات من إيران وغير إيران ودوائر كثيرة تأتي تقول لك أن الجهة الفلانية هي من ستفوز وستحصل على عدد المقاعد هلقت، ويحددونها حتى بالعدد وبالضبط تطلع. يعني ألا ترى من هذا التصريح وخطابات عادل عبد المهدي الارتباك الواضح عليه، ألا ترى بأنه يعني ربما من يقول وربما من الصحفيين والمراقبين بأن عادل عبد المهدي يريد الاستقالة ولكنه مغلوب على أمره ومرفوض استقالته من قبل إيران ومن قبل الأطراف السياسية المسيطرة على الحكومة والبرلمان؟ هو لا يحتاج رؤية مني ولا من. نعم. حضرتك دكتور عمار، هو واقع الحال، هؤلاء كلهم مجرد ديكور. نعم. هم لا يحكمون، وقالوها أكثر من قاسم سليماني والسفير الأمريكي والسفير الإيراني. يعني لا يستطيع تقديم الاستقالة ألا بيأخذ هؤلاء هم. نعم. الذين يعرفون. هناك شيء أيضا في هذه الرسالة أريد أن أقول وأؤكد عليه. نعم. لأن التظاهرات هو ينكر على المتظاهرين في المدارس الصغار، قال هذه. نعم. جريمة وما يصير ونعاقبهم وكذا، وما يصير تدخلون الأطفال تدخلون طلاب المدارس إلى التظاهرات. في نفس الوقت هو يتفاخر بموقف له. نعم. هو يقول أنا كان عمري 13-14 سنة شاركت في تظاهرات عام 56. نعم. العدوان الثلاثي على مصر، واضطروا أن يفصلوني من المدرسة، ويتفاخر بتاريخه السياسي. هذا أنت تتفاخر بتاريخك
لكن تنكر على الآخرين العراقيين أن يعبروا عن رأيهم ويريدوا وطنهم. هؤلاء خرجوا يقولوا نريد وطن، يريدون وطنهم ضد الفاسدين والخراب والدمار والقتل والدماء والطائفية والخراب. أنت تمنعهم وتقول عنهم ذول عابثين وما يصير، لكن أنت بنفس الوقت تعطينا مثال عن نفسك بالستة وخمسين كنت بطل قومي وبطل وطني نعم دكتور هذا الكلام معيب. وأيضا أريد أن أؤكد على حقيقة واحدة قبل أن ننهي هذا البرنامج، أنه في الساحات الآن كثير البعض يتحدثون أنه إصلاح ما أعرف ذولا مندسين ذولا المندسين. الشعب يريد التغيير الآن، غسل إيده من كل هؤلاء ويعرف هدفه، لكن هناك من يتحدث عن إصلاح، نصلح هاي الفقرة نصلح ذيك الفقرة وتمشي الأمور، هذه لن تنفع. دكتور رافع الفلاحي الإعلامي والباحث السياسي كان معنا، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية حول مستجدات انتفاضة تشرين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.